أصدقائي أهلا بيكم، صباح الخير. زي ما احنا متعودين في كل حلقة وكل أسبوع في نفس الميعاد بنتقابل في برنامج كل الناس نيوز. النهاردة عندنا حلقة مميزة جدا، حلقة مهمة هنتكلم فيها عن موضوعات تهم الأسرة المصرية، موضوعات تهم المجتمع. قبل ما نتكلم ونبتدي الصباح بتاعنا ونبتدي الحلقة، طبعا افتقدنا جدا سوسن الحلقتين اللي فاتوا وما كانتش موجوده معانا ورجعت لنا النهارده، فان شاء الله بقى كمان ما تسافرش تاني الفتره اللي جايه بقى ونكمل حلقاتنا. وصباح الخير يا سوسن. صباح الخير يا محمد، هسافر برضه. احنا مسافرين سوا كمان اساسا، عندنا شغل يعني. صباح الخير عليكم، وحقيقي وحشتوني. الحقيقه احنا النهارده معانا ضيفين هيكلمونا وهيتناقشوا معانا في الطلاق، مشكلة الطلاق اللي احنا بقت متفاقمة في المجتمع المصري وزادت قوي في الاونه الأخيرة، بقى كتير قوي بنسمع عن كل يوم والتاني حالات طلاق كتيرة قوي. احنا معانا النهاردة الدكتورة سمر سليمان، وهي دكتوراه في علم النفس التربوي، ومعانا الدكتور محمد عمران، وهو دكتوراه في الإدارة التربوية والإرشاد الأسري. أهلا بيكم ومنورينا، صباح الخير. صباح دكتور سمر، الطلاق والأسرة اللي دايما كلمة الطلاق بتفكك أسرة، لو قلنا هل لما بنوصل للطلاق أو بدايتنا علشان نوصل للطلاق، هل من البداية كان إساءة اختيار أو سوء اختيار؟ هو حاجة مش بيبقى سوء اختيار بس، هو بيبقى فيه حاجات كتير. أنا من الأول كشاب أو كفتاة صغيرين لسه أنا ما عنديش وعي أصلا بحقوقي، أنا مين ولا أنا عايز إيه. يعني دايما بقول لما حد مثلا يجي يتكلم معايا في موضوع الزواج وكده، فأنا بتكلم معاه إن أنت لازم تسأل نفسك ثلاث أسئلة: أنا مين؟ وأنا عايز أرتبط بمين؟ واللي بعد كده بقى التكاليف بقى الزواج والكلام ده كله. ودي يعني يمكن الناس كلها بتسيب أول حاجتين وبتدور على السؤال الثالث: التكاليف دي أجيبها منين وأعمل إيه؟ شقة وعفش؟ أوكي ماشي، لكن انا بقى مين؟ اللي انا عاوزها دي صفاتها تكون ايه؟ عشان ابقى فيه بيني وبينها تكافؤ في كل حاجه، مش حاجه واحده يعني. فطبعا بعد كده بنوصل بقى انه خلاص، يعني احنا اول سنه اول سنتين لا مش متاقلمين مع بعض، ما فيش تكافؤ، فالدنيا يعني هي المشكله طبعاً. اللي انا بحسها، عارف يا محمد ايه ويا دكتوره ويا دكتور محمد شاركون، ان فعلا الناس بتهتم بالماديات بالمهر، ما بيهتموش بالشخص نفسه اذا كان فعلا متوافق لبنتهم او هم نفس العكس. يعني الناس هنا بقت مهتمه هيدفع كام، هيكتب مؤخر كام، القايمه مش عارفه بكام، هيسكن فين. طب انتوا شفتوا الشخص ده الاول فعلا اذا كان يصلح، اهم من كل الماديات دي. وبعدين عمر الماديات ما بقت تامن. نعم. ابدا. نعم. ما بتامنش اسره. نعم. مش كده يا دكتور؟ نعم. معانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أقول وبالله التوفيق. أولا الزواج ده عقد، شوف أنت بتعمل وبتعد لنفسك كام حاجة عشان تتجوز، من مصاريف ومن شقة ومن اختيار، وبتبقى فرحان وبتبقى عامل كذا حاجة. ليه بقى ساعة الطلاق ما بتعدش لنفسك هذا السؤال؟ أنت طالق مثلا، هدمت أنا أسرة بسبب إيه؟ إيه الأسباب؟ أسباب كتيرة جدا. طب ما انت برضو في حكاية الزواج وانت مقبل على زواج عملت لها ألف حاجة. كذلك البيت النهاردة بيتهدم بكلمة، إن حقيقة إن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها، بيدمر أسرة. طب انت خدتها ليه؟ السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول، أهي حاجة من ضمن الحاجات، مشاكل أسرية وما فيش بيت ما بيخلاش من المشاكل يا جماعة. تقول: أكثرت للنبي في الكلام، لابد للزواج من خصامي، فطال هجري والنبي صابر. الكلام لك انت ايها الرجل، كلام لك انت، والكلام برضو لك انت. ودي طبيعة المرأة، بتحب دايما تسمع كلمة حب، كلمة حنان، عطف، واخد بالك؟ فسيدة عائشة بتقول لها واقع مثالي يعني، واحنا قدوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء، وكل واحدة في نسائه ليها طبع معين عشان يعلمك انت كرجل ان مراتك لو فيها طبع عالجه عالجه، مش تكسره بالطلاق. وما خدتها ازاي؟ وبت كده ما خدتهاش عن حب، ما خدتهاش عن حب. تقول السيدة عائشة: اكثرت للنبي في الكلام، لابد للزواج من خصام، فطال هجري والنبي صابر.
صابر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها: الصلح خير، الصلح خير من خصام الله. فقالت: لابد من حكم يحكم بيننا، يعني هنجيبوا حكم يحكم ايه بيننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف اللفتة بقى الجميلة اللي أنا بتمناها من المشاهدين، إخوة وأخوات، مشاكلك مع مراتك أو مشاكلك مع جوزك ياريت تكون بينك وبينه، ما تدخلوش حد. من ضمن أسباب الطلاق تدخل العائلات أو الفجوة بتوسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أستدعي لك عمر، عارفين عمر طبعا الفاروق، قالت: أعوذ بالله بل أرضى القدر. قال: إذا عثمان، قالت: وما يدريه ماذا كان. قال: إذا عليا، نجيبوا علي بن أبي طالب، قالت: أعوذ بالله أن يكن تقيا. بص النبي قال لها إيه بقى، شفت اللفتة الجميلة، قدوتنا النبي محمد والمثل الأعلى في حياتنا النبي محمد. اللي بتمنى من كل راجل النهاردة سامعني يأخذ النبي محمد قدوة حسنة لي في حياته اليومية، معلم ناجح في كل حاجة، ناجح صلى الله عليه وسلم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل أبا بكر يحل المشكلة؟ يعني أجيب أبوك يحل المشكلة؟ واخدت الحتة دي؟ طيب. فقالت له: نعم أبي، بكل سعة كده وفرحة. فجاب أبوه. فعندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل أيها الصديق لتوزيح عنا هذا الضيق، يعني المشكله اللي دامت بيني وبين بنتك عائشه. فقالت عائشه، بص بقى الرد، فقالت له، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: تكلم ولا تقل الا صوابا، والزم الجواب، يعني تكلمش غير بالحق. بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تتكلم الا بالحق، واحذر اللجاجه. فغضب ابو بكر فقام لها وضربها باليمين، فقال لها: لمثل هذا يقال له قل صوابا؟ للنبي محمد بيقول قل صوابا؟ فاتخذت ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاجبا ساترا، بحيث انه ايه ما يقدرش يضربها. مين اللي منعها من الضرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فامسك، الله يفتح عليك، فامسك بكف، فكف ابي بكر الصديق وقال له: دعنا، أنا جايبك عشان تحل مش عشان تضرب، سيبني وأنا وهي هنحل إيه مشكلتنا تحت سقف بيتنا. فجماعة الطلاق العلماء جعلوه يعني حتى احتاروا في حكمه، العلماء احتاروا في حكمه، هل هو مباح ولا حرام ولا واجب ولا فرض ولا إيه بالظبط؟ الأحناف والحنابلة قالوا: الطلاق محظور إلا لضرورة قصوى تدفع إن الواحد يطلق. طب ايه هي اسباب الطلاق؟ كتيره جدا يا استاذ سوسن، يعني كتيره جدا. تمام، لو قلنا ان من اسباب الطلاق، كل واحد فينا لما بيتجوز بيبقى عايز الشخص التاني يبقى زيه او يتغير زي ما هو عايز. ده حقيقي، مش عايز يتكيف مع او يتكيف مع ثقافته. ده صحيح فعلا. لا. نعم، مش يتكيف. الشخص اللي عايز يتغير. نعم. لا، ده هو عايز يغير. ايوه، فهو عايز يغير مين؟ يغير الشخص الاخر علشان يبقى زيه ما هو عايز، بنفس طباعه بنفس تفكيره. وده اللي بيحصل في الخطوبه، ان كل واحد بيمثل على التاني. نعم. ان هو شبهه او ان هو بيعمل اللي يرضيه. لما بيتجوزوا فبيرجع تاني لحقيقته الحقيقيه اللي هو طبعه اللي مش قادر يمثله. ده حقيقي. ازاي نبقى دكتور سمر، ازاي نبقى حقيقيين ونتقبل صفاتنا ايا كانت، عجباك او مش عجباك، ونتعامل ازاي مع بعض؟ يعني هو مفترض انه انا اعرف ان اللي قدامي ده بني آدم ليه بيئة مختلفة تربى فيها، ليه طباع مختلفة عني تماما، ليه أفكار برضو قد تكون مختلفة عني. يعني ممكن أكون مثلا أنا وهو أدور على النقط المشتركة بيني وبينه وأنمي النقط دي اللي هتساعدني في حياة زوجية سعيدة. إنما لما يبقى هو ماشي في اتجاه وأنا في اتجاه تاني، ده مش صح. ولما أنا أحب إن أنا أسيطر عليه، يعني هيجي عليه الوقت اللي هو خلاص بقى هيبقى أصلا زهق منك. ما أنت كل حاجة، يعني برضو في ضمن برضو الحاجات، انه مثلا يجي واحد يخطب واحده، تخرجيش من البيت، البسي كذا، مش عارف، ما تكلميش فلان. طب ما انت تتقبلها على وضعها، وتحاول لو في اخطاء يعني تتفاهم انت وهي عليها، تصححوها واحده واحده. انما هتفضل انت خانقها، تعمليش وتعمليش وتعمليش، يعني والبنت نفس الكلام برضو، ساعات برضو تخنق الولد بحاجات زي كده.
هتوصلوا لمرحله في الاخر ان لا خلاص انا مش عايزاك، وحتى لو انا كنت بحبك مثلا 1% او يعني 100% بقيت خلاص 1% وبقيت خلاص بعد كده انا مش بحبك انا مش عايزك. لا هو احنا عايزين يعني بعد ما عدوا المرحله دي دلوقتي واتجوزوا في ناس صحيح بتتطلق في البدايات على اساس انها بيكون لسه ما فيش معرفه زي ما قلنا ببعض وكل واحد عاوز يغير التاني، ولكن لما بتفوت فتره زمنيه طويله تلاقي ناس بيتطلقوا مثلا بعد 17 سنه جواز، بعد 20 سنه جواز. هنا السؤال ازاي الناس دي بعد ما عاشت مع بعض طول الفتره دي وبقوا كيان واحد ازاي بيحصل بينهم الطلاق؟ يعني ايه اللي يوصلهم لكده بعد فتره من الزمن طويله قوي؟ هي بتبقى هي كابته جواها وهو كابت جواه، وكل واحد للاسف بقى في حاجات يعني في المجتمع بتزقهم لكده. يا جماعه عيشوا عشان خاطر ولادكم، ضحي عشان خاطر ولادك. طب يعني انا فين بعد ما اضحي عشان خاطر ولادي؟ اجي في مرحله ما ولادي مثلا كبروا، تلاقي برضو معظم حالات الطلاق للاسف بتحصل ما بين الناس الكبيره اللي عندها 50 و60 سنه. ما دي كارثه. هي بتقول انا خلاص بتقول انا خلاص يعني عملت المشوار بتاعي وولادي جوزتهم، اعيش بقى لنفسي، اطلع بقى الايه الكبت اللي انا كان فيا ده السنين اللي فاتت انا اطلعه. لا بس انا اعتقد يا دكتور يعني عدم التفاهم. لا هو في حاجه ثانيه، وانا بتمنى من الرجل انه يتغافل يتغافل على بعض الامور، يعني ما يمسكش على كل حاجه. طبعا. انت الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني على سبيل المثال اهي من ضمن ده طبع في السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، كان التغيير على النبي محمد صلى الله عليه وسلم غيره شديده. غيره. ما هو اي ست بتحب جوزها اكيد هتغير عليه. طب هيغير فيها ايه؟ قولي لي بقى. بصي ما هو ده من ضمن الحاجات برضه انا هغير فيها ايه مثلا؟ عائشه جات لها في مره ستنا سودة وكان لها في الاكل نفسها حلو. وخلي بالك ان شاع في المدينه ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشه. فكانت الوفود تلتمس يوم عائشه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يجيبوا له بالهدايا عند مين؟ عند سيده عائشه. يعني الغيره دبت في مين؟ في نساء التانيين. فبعتوا له ام سلمة فقالت له يا رسول الله نساؤك ينشدنك العدل في بنت بني قحافه. فقال لها اني احبها. لما جات له ستنا سوده بالقصه اكل عملت لها ايه؟ اهي مسكتها وبصت لها كده بصه، يعني ايه يعني انت عارفه ان مثلا اكلك احسن من اكله وكده، راحت كسرها. والله يا دكتور محمد لو موقف زي ده حصل النهارده مع الرجال لا يقوم يضربها قلمين ويقول لها روحي 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 وانت كذا، واخد بالك؟ النبي محمد عشان يتعلم احنا يا جماعه ازاي نحل مشاكلنا، كيف نحل مشاكلنا بالنبي محمد، اقرا سيره النبي وتعلم اتعلم عشان تكون زوج ناجح فعلا، عشان تكون قدوه في بيتك اتعلم ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل ايه. ما قامش ضربها، فقال غارت امكم، وجاب حاجه بكن حاجه واعطاها لستنا سودة وانتهت المشكله واتحلت. بس الاسباب حاليا في الوقت الحالي لما بيوصل للعشره دي وبيتم فقدان الحب، انا من وجهه نظري لا بيحصل نوع من انواع يمكن زي ما الدكتوره سمر قالت. نعم. الملل. بس الملل اللي بينشئه يعني الست فعلا بتحس انها مجهده في البيت. نعم. ده لو السبب الزوجه طول النهار هي في المطبخ وبتغسل وبتطبخ وبتراعي الولاد وبتذاكر لهم، كل العبء عليها يا محمد. فاهم ازاي؟ على اساس لا 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 على اساس ان بقى ما هو ممكن بقى يعمل ايه بقى؟ ممكن هو كمان يجي من بره تعبان فيقوم يقول لها انا عايز انام، يتقبل ويضحك خلاص بقى هو عايز ينام، او هي يعني ما هو في العكس. يجي من بره يكنس البيت لا يجي من بره يفصل، اوكي ممكن ينام له ساعتين ويقوم يسهر مع مراته، يتفرج معاها على التلفزيون، يعني يقعد مع اولاده يعمل قعده لطيفه، مش نايم لهم في البيت وبره البيت قاعد مع اصحابه. يا دكتور هو نايم عشان بس هم عايزين واخدوا صف وجنب. لا لا بجد هو نايم بمزاجه، مجهد من بره. خطب عمرو بن حجر ملك كنده ام اياس الشيباني، ودي امراه في من العرب. تخيل بقى وضع لها الاسس اللي تعيش البنت حياه سعيده مع جوزها. قالت لها اي بنية ان النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال، يا ابنتي كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له امه. بص الكلام بقى كوني له، ده على فكره والله اسس الحياه الزوجيه السعيده هي دي، كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له تلك الخصال اللي بيتكلم عن دكتور محمد دلوقتي. ايه هي الخصال دكتور محمد؟ هتوافقني معاك. قالت لها ايه؟ اما الاولى والثانيه
فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. وأما الثالثة والرابعة الحتة دي يا أستاذ سوسن، تفقدي أوقات طعامه ومنامه، فلا وقت طعامه ومنامه، فإن شدة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. مع احترامي ليك انت قاعدة في البيت مثلا قدام التلفاز ل 24 ساعة والريموت في ايدك، لا ممكن تبقى بتشتغل يا دكتور، لا على فكرة دي ممكن تبقى بتشتغل وتيجي من شغلها تعمل الاكل وتخلص الاكل تذاكر للولاد، يعني مش شرط المرأة في الوقت الحالي بقت مطحونة يعني، يعني مش قاعدة معززة مكرمة كده، بس يتفقد الاوقات دي. هي احنا ما قلناش لا انها عندها مجهود وعندها طاقة وعندها كل الكلام ده، بس موجودة في البيت، لا تعرضت لضغوط خارجية ولا تعرضت لزحمه. أحسنت. نعم. ولا تعرضت لزمايل في الشغل بياثروا عليها، ولا تعرضت لكل لا ده انا عايز اقول حاجه ثانيه، اتعرضت لكل ده ورجعت البيت. لكن المسؤوليه الاولى على مصاريف البيت، المسؤوليه الاولى على الدخل الاساسي للبيت، المسؤوليه الاولى مرميه على عاتق الرجل بكل الاحيان، فهي مسؤوليته هو لازم يعملها ان هو يخرج ويشوف ويروح ويواجه. طيب المفروض المراه ممكن تكوينها بقى تعمل اكتر من حاجه في وقت واحد، الراجل ما يعرفش، عندها قدره فعلا على ده. دكتوره سمر انا يعني عايزين نقول نصيحه، لو في نصيحه من الدكتوره سمر لكل النساء ازاي تستوعب الراجل، وبرضه نفس الموضوع مع الدكتور، قولي لها اما يجي انت ادخلي نامي بقى ريحي نفسك شويه، لا هي كل واحده دماغها خلاص، قول لها انت ادخلي نامي واستريحي، علشان النصايح دي ممكن لما نقولها الناس تشوفنا وتسمعنا تكون حد احدى النساء او الستات اللي بيسمعونا يكون بتعملها وهي مش واخده بالها. نعم. طيب هو انا حابه اقول لها يعني حاولي تجلدي وتصبري، تمام، دي اكتر نقطه او اهم نقطه، شوفي هو بيحب ايه وحاولي تتلمسي الحاجات اللي هو بيحبها. ولو بيحب الستات تجوزه لو بيحب الستات الحاجات اللي بيحبها تعملها له. ممكن اضيف حاجه؟ طب يا دكتور محمد اضيف حاجه بس دكتور سمر، في الوسائل اللي انا بتكلم فيها برضو دفع الام دفعت بنتها الحته، خلي بالك انت قلت كل وصايا وسبت دي، قالت لها ايه؟ قالت لها اياك والغيره فانها مفتاح الطلاق، واياك وكثره العتاب برضه نفس الكلام برضه دي مفتاح الطلاق، واياك والفرح بين يديه، اياك والفرح بين يديه، يعني ما تبقيش تفرحي وكده قدامه وهو ايه حزين وزعلان، والكابه بين يديه ان كان فرحان. ها فرحانه فدي برضه واجب عليها هي تعملها، وانا برضه مش هسيب الراجل ده، الراجل برضه ليه دور طبعا قول لنا بقى ايه دور. طيب أنا لا هي قالت لا انا حبيت اقول انا حبيت اقول انا دور حاجه انا بس ايوه نعم لا انا حابه اقول برضو ان هي يعني تجدد حياتها كل فتره. ازاي؟ بمعنى حاجات كتير بقى يعني حسب مثلا قدراتها الماديه، ممكن مثلا تعدى على زواجك مثلا سنه او سنتين يعني في عيد زواجك، نعم خديه مثلا وقضي ليله مثلا في فندق ده حسب طبعا مادياتك يعني، يعني ولادك اركنهم شويه كده عند ماما في يوم حتى لو في بيتك عادي قضي يوم كده حلو جدا، مثلا انت عزميه في مره، انت خرجيه في مره، هاتي له مثلا هديه هو بيحبها يعني حاجه انت عارفه انه بيحبها، شوفي مثلا هو حابب مثلا لو هو غاوي تكنولوجيا جدا هاتي له اكسسوارات، الحاجات دي يعني بتحسسه ان انت يعني قلبك عليه وفي نفس الوقت فاهماه وبتزرع الحب اكتر في قلبه، بتزود الحب اكتر، هدوء وتحبه طبعا ده مهم فعلا. الحاجات البسيطه دكتوره سمر بتكلمي فيها على قد ما هي بسيطه وعلى قد ما احنا ممكن نسمعها ونقول يعني نستسهلها بس مهمه فعلا، بتفرق كتير جدا يعني. تمام دكتور نصيحه بقى، يعني لو قلنا نصيحه للرجل، كل النصايح اللي الست اللي كانت بتقدمها كانت بتقدمها للنساء، نعم، ما هي النصيحه للرجال ان هم يستوعبوا النساء؟ وعايز اقول حاجه مهمه جدا، اتفضل. احنا بقى في صراع ما بين الست والرجل على مين الاقوى، في الاخر خالص هو الرجل الاقوى، نعم، عشان بس ما نختلفش، بس ما تبقاش اقوى وتستضعف اللي قدامك. نفتح ليك يا دكتور محمد بس، فايه النصايح اللي ممكن نقدمها لاي رجل؟ انا بنصحه بالتغافل، انك تتغافل عن بعض الحاجات في المنزل واعطيها حقها الشرعي اللي هو ربنا امرك بيه سبحانه وتعالى، يعني لك الحق ان تاخذ وتتفسح بيها،
ده فرض عين عليك لها الحق طبعا. دي نقطه. سيدنا عمر وهو من هو؟ حد ما يعرفش سيدنا عمر بن الخطاب؟ اظن الكل يعرف. تخيل ده كان في البيت ازاي. واحد راح على ناحيه سيدنا عمر ناحيه البيت علشان يقول له على حاجه، فسمع مراته صوتها عالي، فقال لك انا ده الاسد ده، انا قال ابو مراته صوتها عالي عليه، لا لا انا ارجع احسن. وهو راجع سيدنا عمر كان فاتح الباب وطالع، فناداه قال له انا كنت جاي اشكي لك من زوجتي في البيت، فلقيت مراتك صوتها عالي عليك. تخيل رد قال لها ايه؟ قال له ايه؟ قال هي غساله لثيابي، خبازه لطعامي، مربيه لاولادي، فاعمل ايه؟ لابد ان اصبر عليها. وده طبع النساء، فلا بد اخي ان تصبر على زوجتك. والله يا دكتور كلنا صابرين. لا 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 وفي والله يا دكتور محمد والله يا دكتور محمد وفي كمان نقطه، فين الحب والحنان؟ صحيح. فين الموده اللي بينك وبينها ايام الخطوبه والحاجات دي؟ فين هذول؟ راحت فين؟ راحت بقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائش بالله عليكم حد بيدلع مراته النهارده؟ حد بيهزر معاه؟ دخل علي بن ابي طالب ذات يوم على السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها، ماسكه السواك يا جماعه عماله تستكبي، قال لها كلمه غزل حلوه اللي المراه محرومه منها النهارده في البيت. قال ايه؟ قال لقد فزت يا عود الاراك بثغرها، بيشبه عود الاراك ده برجل نال من السيده فاطمه بنت النبي، لقد فزت يا عود الاراك بثغرها وما خفت يا عود الاراك اراك، لو كنت اهلا للقتال لقتلتك وما لغير سواك سواك. رضي الله عنهم وارضاهم جميعا. فين النهارده الحب والموده اللي بين الرجل والمراه في البيت؟ عارفه دي لو اتزرعت يا استاذه سوسن والله والله هتنتهي مشاكلنا تماما. هو احنا فعلا بس لازم نوجه فعلا كلمه لكل ست في البيت ولكل راجل، ونقول لهم ان الطلاق ما هوش حل، ان الطلاق بالعكس بيهدم، بيهدم اسره وبيهدم اولاد وبيهدم بيت وبيقضي على اي حب وعلى اي عشره. الحل الوحيد ان احنا نقرب من بعض، وزي ما قال الدكتور والدكتوره نحاول نخلق حاجات مشتركة بينا. نعم. يوم نقضيه سوا في مكان، يوم نطلع فيه بعيد فعلا عن الولاد وكده لوحدينا، نستعيد في ذكريات الخطوبة وذكريات بداية الجواز وكده. نعم. وياريت نقرب من بعض أكتر، نحب بعض أكتر، نخاف على بعض أكتر، ونستحمل بعض أكتر، ونستحمل بعض أكتر. ونحط برضو الولاد. تمام. دكتورة سمر كلمة أخيرة. يعني أنا مش هقول اكتر من اللي انا قلته بالنسبه لاي ست، ان هي فعلا تحاول تحتوي قدر المستطاع، تحاول نقطه برضو التغافل حلوه جدا برضو من عندها، تحاول تزرع اللي هي ممكن تحصده بعد كده، ازرعي جواه حب هتحصدي حب. اكيد اكيد. احنا الحقيقه بقى بنشكر الدكتور محمد عمران، وبنشكر الدكتوره سمر سليمان، اسعدتونا في الفقره دي، وفاصل ونواصل.